السلام عليكم. السلام عليكم جميعا، ان شاء الله يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. صراحة جيت في هذا المباشر بحالي بحال جميع المغاربة اللي تفاجئوا بهذا القرار ديال الحكومة الموقرة ديالنا، اللي تفاجئنا جميعا بالقرار ديال حظر التجوال الليلي مع 8 ديال الليل. بالله عليك، على الحكومة، أنا ما عادش نسمي شي واحد، يعني جميعا اللي وافقوا على هذا القرار كاملين تنقول لهم لعنة الله عليكم. شنو عياكل هذا المواطن الضعيف؟ واش باغي تنتقموا من الوطن؟ واش باغي تنتقموا من المغرب؟ واش باغي تضربوا الاقتصاد الوطن ديالكم؟ واش حنا انتخبناكم باش تسكفوا الدماء ديالنا؟ شنو عياكل هذا المواطن في ظل الجائحه هذه؟ عام واربع شهور ولا عام وثلاث شهور، عام تقريبا، عام ولا انا ما بقيتش، عام تقريبا، وبنادم تياكل من جنابه، عام وحنا تناكلوا من جنابنا، وتجي لنا لسيدنا رمضان اللي تنتظروه على احر من الجمر، ان هذه السنه تكون استثناء، هذه السنه هذه اننا تفتحوا المساجد، الناس تمشي تصلي التراويح، الناس تخرج تعبد الله سبحانه وتعالى، الناس تخرج ترزق الله بالليل. هذاك ما فكرتوش في ديك السيرفور ديال القهوه شنو غيوكل ولادو الشهر كامل؟ ما فكرتوش فيه؟ ما فكرتوش ديك السيرفور ديال المطاعم شنو غيوكل ولادو الشهر كامل؟ ما فكرتوش لدوك الناس اللي تخرج تخدم بالليل؟ ما فكرتوش لديك الحوانت اللي تيخرجوا بالليل ينساوهم؟ واش بنادم دماغه دفتر؟ واش بنادم دماغه دفتر يقيل نهار كامل صايم وفي الليل 8 ديال الليل تسدوا علينا الحوانت وتسدوا علينا في ديورنا؟ اللهم هذا منكر. واش تشوفوا كورونا عاهره تخرج غير بالليل؟ واش كورونا عاهره تخرج غير بالليل عباد الله؟ فين هما السوبر مارشي؟ لي سوبر مارشي نهار كامل هما حالين، نهار كامل وبلاد التزاحم، بالت لكم غير الليل، كورونا تخرج غير بالليل، لعنة الله عليكم. عمرني ما خرجت هكا، كنا تنتسناو القرار ديال الحكومة أنها تخرج لنا بقرار اللي تشفق فيه على هذا الوطن، وتشفق عليه فيه على المواطن، وتخرجوا في الليل 8 ديال الليل. أنت شهرك طالع، أنت جالس على البيرو ديالك وشهرك طالع، ما نفكرش في هذاك المسكين اللي تيموت، ما نفكرش في ديك الموسيقي اللي لحد الساعة ما لاقيش باش يوكل ولادو، ما فكرتوا في حتى شي حاجة، فكرتوا فقط أنكم سدوا في 8 ديال الليل. 8 ديال الليل شدوا، اش من قرار هذا خديتو؟ واش حنا رجعنا تستحمرونا؟ واش استحمر الشعب؟ واش وكسلناكم المراكز القرار باش تستحمرونا؟ شنو غياكلوا هاد الناس؟ لعنة الله عليكم، لعنة الله عليكم. ولكن درتو فينا ما بغيتو، حنا اللي نستاهلو، حنا اللي وصلناكم. انت جالس تخلص في البيرو ديالك 3 مليون ونص ولا شحال طالعه لك عايش فابور، واحد اخر مسكين ما لاقيش 50 درهم، 50 درهم ما لاقيهاش. شنو بغيتو؟ بديتوها بالضرب ديال الدكاتره، كملتوها بالضرب ديال الاساسين، هكا عباد الله، وكملتو دابا تسدو علينا في 8 ديال الليل، تسدو علينا في 8 ديال الليل. وعلاش ما تعديش لي سوبر مارشي؟ علاش التدابير الاحترازيه ما كايناش بالنهار، كاينه غير بالليل؟ كورونا تخرج بالليل؟ اجيو تشوفوا لي بواط اللي حالين بالليل، هادشي كامل. الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق. جالسين عايشين فابور، عايشين فابور نتوما، ولكن المسكين واكل الدق، الدرويش واكل الدق، المسكين واكل الدق. بنادم تيسعى عباد الله، تيسعى. اللعنة عليكم الى يوم الدين، اللعنة عليكم الى يوم الدين، اللعنة عليكم الى يوم الدين. هادشي اللي غادي نقول لكم. 8 ديال الليل عباد الله، راه العشاء تال تسعود، تال تسعود، وتجي تسد علي انت في 8 ديال الليل. كدرتي لها؟ كدرتي لها؟ كدرتي لها؟ كدرتي لها؟ لعبوا العركة، كنا شفناكم ماشيين في التدابير الاحترازية، فعلا فعلا ماشيين في التدابير الاحترازية، وفعلا كاين القانون يطبق على التدابير الاحترازية، غنقولوا إياه كاين. ولكن عباد الله العراسات كاينين، الجواقات كاينين، الخدمة كاينة، السوبر مارشيات عامرين، القهاوين مزحمين، المحاكم مزحمين. كورونا بالليل، كورونا في رمضان بالليل. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.